كمان بعز علينا رسالة من السيدة نازك الحريري اللي أرسلتها لنا، وبحب كتير أقريها وبشكرها على محبتها ومتابعتها لبرنامجنا. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت أسرة أخبار الصباح المحترمة، بعد التحية والتقدير في العام الثامن من عمر أخبار صباح، يسعدني أن أتقدم منكم باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصادق التهنئة وأفضل التمنيات بمزيد من الإبداع في النجاح وفي مواصلة مسيرتكم الإعلامية المتميزة. إن العمل الجامع والمتنوع الذي يؤديه فريق عمل أخبار الصباح بتوجيه وإشراف من العزيزة السيدة منى سعيدون يشكل قيمة إعلامية مضافة وعلامة فارقة في تلفزيون المستقبل خصوصا وفي العمل التلفزيوني عموما، وهو يسهم في تحقيق الرسالة الإعلامية التي تستهدف الفئات المجتمعية كافة والتي تسعى إلى تعميم المعرفة والثقافة بين الجميع. وأيضا ما جاء بالرسالة: إنها رسالة والرؤية التي وضعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتلفزيون المستقبل وللمجموعة الإعلامية التي أسسها لتكون صرحا وطنيا ينشر المفاهيم والقيم الإنسانية ويسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في كنف دولة تقوم على الحداثة والتطور والانفتاح على العالم. وأن أسرة أخبار صباح ونحن عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأخص بالذكر ابننا سعد نبذل جهودا قيمة من أجل صون هذا الإرث العظيم الذي تركه الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمانة لدينا جميعا. وبتختم السيدة نازك رفيق الحريري رسالتها وبتقول: وإنني إذ أجدد لكم معاني التقدير والتهنئة في عامكم الثامن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى التوفيق مواكبا لكم والنجاح عنوانا لمستقبل أعمالكم. بارك الله فيكم. بكل احترام، نازك رفيق الحريري. نحن إن شاء الله تكوني عم تحضرينا، وبعرف أنه إذا ما حضرتينا اليوم أنت من أكثر الناس اللي بتابعوا برنامج أخبار الصباح. وجهلك تحية كتير كبيرة باسمي وباسم كل فرد من أفراد أخبار الصباح. بتعز علينا رسالتك كتير، بتعطينا دفع لنكمل إلى الأمام، على أمل كمان أنه يكون لقائنا معك قريب، بتزوري لبنان وننبسط بوجودك حدنا. نحن بنوجه لك تحية وشكر كتير كبير لرسالتك، ومن بعد بريك رح نرجع نتابع الحلقة الخاصة بالعيد الثامن لأخبار الصباح.